الطاقة الشمسية. إن شاء الله إحنا في مدينة سبسرت وغادي نتجهوا لمدينة قلعة السراغنة للقيعة اللي غادي نشوفوا فيها هذه المنظومة ديال الطاقة الشمسية. المتابعين، علاش الناس ولات كتستعمل هذه الطريقة ديال الطاقة الشمسية اللي كتدور؟ لأن الطاقة الشمسية ملي كتكون هذوك البلايك واقفين في اتجاه واحد كتضيع بزاف ديال النسبة ديال الطاقة ديال الشمس، ما كتنزلش عليها، كتبقى واقفة في اتجاه واحد. أما إذا كانت كتحرك كتبقى تابعة الشمس، يعني كتعطيك واحد الوقت كامل باش تبقى البومبة ديما خدامة. وكنقصد النهار كله، يعني كتلوح ليك نفس الصبيب اللي كيتلاح في الصباح كيبقى يتلاح حتى العشية، ماشي بحال إذا كانوا اللايك واقفين مع العشرة ديال الصباح كيكون صبيب ناقص، كتوصل لوحدة كيولي الصبيب مزيان، كتوصل ثلاثة كيبدا ينقص الصبيب. أما بالنسبة لها الطريقة هذه ديال الألواح المتحركة كتعطيك صبيب كتير طول اليوم. هذه هي الطريقة باش كنركبوا هاد لي سيبور اللي كنديروا فوقهم الألواح الشمسية. ونعطيكم التكلفة ديال هاد لي سيبور بشحال كيتقاموا، والتكلفة كتكون على حساب عدد الألواح اللي عندك في المنظومة الشمسية. هاد ثلاثة لي سيبور طلعوا علينا تقريبا بشي 1,000,020 زائد 100,000 ديال السدور اللي ركب هاد لي سيبور. بالنسبة للإخوان المتابعين والمشاهدين اللي عندهم اهتمام الأتمينة ديال الطاقة الشمسية، أنا غادي نعطيكم الأتمينة. وبالنسبة للمشاهدين المتابعين اللي عندهم علاقة واهتمام بالطريقة ديال التركيب، إن شاء الله غادي نعطيكم حتى الطريقة ديال التركيب ديال الألواح. شوفوا هالطريقة هذه كتسهل علينا باش ندوروا الألواح لاتجاه ديال الشمس. عندنا هنا ثلاثة لي سيبور، كل سيبور فيه 20 لوح، كنقوموا بتوصيل الأسلاك ديالهم. وهنا عندنا في هذه المنظومة كنخدموا الطاقة الشمسية غير بنهار، كنخدموها بلا بطاريات، يعني كنديروا ليها واحد الفارياتور، كنجمعوا الفولتاج، كنحاولوا نطلعوا الفولتاج على حساب الفارياتور اللي عندك شحال تيستقبل ديال الفولتاج، مثلا من 120 فولت حتى ل 600 فولت، كتجمع الخلايا كلهم باش تحصل على 220 فولت، وكتحصل على 24 امبير او 30 امبير. حنا هاد المنظومة خدمنا فيها تقريبا شي 5 ايام ولا 6 ايام، من بعد احنا جينا ان شاء الله باش نقوموا بتوصيل الاسلاك. الاخ توفيق تيقوم بتوصيل الاسلاك ديال المنظومات بثلاثة، وان شاء الله غادي نبرونشيو الفارياتور، وغادي نوريكم البئر، وغادي نوريكم المضخة، وان شاء الله غادي نقوموا بواحد لي سياج. البير عندنا هو هذا، فيه 120 متر في العمق ديالو. وبالنسبة للمضخة عندنا المضخة هي هذه 15 عود، وعندنا المسافة اللي كيدفع عليها هي 80 متر. وبالنسبة للوازم ديال الطاقة الشمسية كلها متوفرة عندنا، الألواح الشمسية والمضخة والفارياتور والأسلاك، الأتمينة ديال الفارياتور، ثمن ما يمكنش تحدد ثمن ديال الفارياتور على حساب المضخة اللي عندك، كل مضخة كيركب ليها فارياتور ديالها. ولي فارياتور عندنا الأنواع، عندنا الأنواع ديال آخر ما كاين ديال 2022 بأتمينة مناسبة. فارياتور دير تقريبا 80,000 120,000 140,000 على حساب المضخة اللي غادي تركب، ما غاديش نقدر نحدد لك الثمن بالضبط، ولكن كل مضخة اشنو كتركب ليها. اما بالنسبة للثمن ديال الألواح كيبدا من 24,000 وكيطلع على حساب الكاليتي. بالنسبة للأخ الحرفي اللي بغى يعرف بأن هاد المنظومات ديال الطاقة الشمسية راه فيها خمسة الأنواع، كاين نظام 12 فولت، كاين نظام 24 فولت، كاين نظام 48 فولت، وكاين نظام ديال لانجيكسيون الفارياتور كنخدموه بلا بطاريات. أنا كنرحب بكم في القناة ديالكم، ممكن الاتصال برقم الهاتف او لا ممكن تكتب لي في التعليق باش نجاوب على الاسئله ديالكم. غادي نخلي لكم رقم الهاتف بالنسبه للاسئله، وغادي نخلي لكم رقم الهاتف بالنسبه للناس اللي باغين يركبوا الالواح ديال الطاقه الشمسيه. حنا في هذه القناه من اجل التنوير، يستافد المشاهد ويستافد الفلاح ويستافد حتى الحرفي. الى عجبتك القناه وعجبك الفيديو يمكن لك تنتسب في القناه باش تستفد من بزاف ديال المزايا، مثلا الأسئلة، أو مثلا تشوف الفيديو
قبل ما يتنشر. مهم كاينين بزاف ديال المزايا. بالنسبه كما قلنا للتركاب، كنركبوا هاد الالواح عن طريق التسلسل، نطلعوا الفولتاج ويبقى عندنا لومبيراج مستقر. التركيب ديال الفارياتور عندنا ثلاثه الاسلاك ديال المضخه وعندنا جوج الاسلاك ديال الطاقه الشمسيه. ار هو هذا 120 متر، ثمن التكلفه ديال الحفر تقريبا 4 مليون، وثمن ديال الحفر للمتر كيختلف من منطقه لاخرى. بالنسبه للاثمنه، انا قلت لكم الاثمنه كلها، وغادي نديروا ان شاء الله واحد لسياج لهذا البومبه اللي ركبنا باش ما نطولش عليكم الفيديو ونوريكم التفاصيل ديال التركيب. غادي نديروا واحد لسياج ان شاء الله وغادي نشوفوا الصبيب. اخي المشاهد، التعليق ديالك والاشتراك ديالك كيهمنا وكيخلينا نزيدوا لقدام. هذا ماشي امر، ولكن على حسب الرغبه ديالك. وشكرا، لنستمر في نشر الفيديوهات ان شاء الله. اخي المشاهد واخي الفلاح، هذا هو الجزء المهم في هذا الفيديو كله. الفارياتور، اي فارياتور ركبتيه ملي كتشغل المضخه ديالك والفارياتور ما كينطلقش مثلا من 28 وتيتم غادي بالتدريج حتى ل 50، تما تعرف بان المنظومه ديالك خدامه مزيان. ها انتم كما كتشوفوا، من بعد ما درنا امارش المضخه تبارك الله الماء موجود. شوف الكميه ديال الماء اللي خارجه، عندنا هاد التيو فيه 3 بوس. شوف تبارك الله الكميه ديال الماء. اذا عندنا المنظومه الحمد لله ناجحه 100%. تدير ليها وتدير ليها كاليتي في الماتيريال، نطلبوا الله التيسير. والجوده هي قدام عينيكم، هو كل شيء تشوفوا فيه. هذه بومبا سيدي 15 عود 60 بلاكا، هابطه نعم سيدي دير بيه 120، هابطه هي دابا 80 مترو. نطلبوا الله التيسير. لا لا يحل.